دائما احنا مشاركين قسم الامن في اي مكان. الدوريات الامنيه موجوده على مدار الساعه، يوجد تنسيق كامل مع مؤسسات الدوله. إدارة الأمن إحنا عندنا دوريات في المشروع تقريبا 13 دورية، تتلقى مكالمات من أي مطور، فيبدأ عندي أنا الفريق ينسق مع الجهات الأمنية في الدولة. Every day new roads arrangements, new accesses, so it's very important to coordinate with the security. One of the drill outlines is the coordination with the security, and in order to assist any kind of emergency, they will assign a patrolling team. يجب أن تكون في عيون تراقب وتتأكد من المواد اللي هي داخلة واللي خارجة والأمور هذه والعملية الأمنية والمحافظة على الممتلكات. In addition, we have an emergency grid. Wherever is the emergency, we can easily locate in the grid. عملنا في مدينة لوسيلة وفي الكونستراكشن اريا انه ممكن تحصل لك امور تتفاجأ فيها، تروح تحط لها خطة ايضا سريعة. كلها عمليات متتابعة عندنا ولله الحمد الامور كلها تسير بشكل طيب.